والدك بعت لي مقطع يا كابتن لسه الكلب بيعض. تمام؟ طب ما عضش ليه؟ الكلب الصراحه ما كانش في رجله من تحت وقعد عض عض في رجليه. ما عضنيش ليه؟ نو مفيش يعني انا نفسي يقوم يعض. قوم يا عم عضني ولا اعمل اي حاجه لله. ما انت هادي النهارده هنا تيجي وتقول هنا طب هادي. بصي انا هنجيبه لك هنا. يلا كده تمام. ركز معايا. اسمك ايه؟ عم. ركز معايا. كلبي طبعا ده كلبك. انت مربيه من هو عنده قد ايه؟ 35 يوم. الفيديو اللي انت بعته لي بعد ما انت استلمت الكلب تمام، فكره الفيديو كله اللي انت بتعمله ان انت بتعمل احاء للكلب، ان انت بتعلمه يعض ايدك، اللي هي لما نيجي انا نخش على كلبي، ودي طبعا لاي حد بيتفرج علينا في الفيديو دلوقتي، ونيجي نخش على كلبي نعمل له كده، نبقى انا داخل مجهز الخوف جوايا ده، انا كده هنبدا نعمل اثاره للكلب ان هو يبدا يعضيه. تمام؟ لا خلي عندك احساس دايما ان انت داخل على فرخه مش على كلب. وصلت؟ خلي عندك احساس ان انت داخل على فرخه مش كلب، ده مش هيعمل حاجه، ما بيعملش حاجه. فاهمني؟ لما والدك بعت لي مقطع يا كابتن لسه الكلب بيعض. طبعا الكلب دخل دلوقتي اهو اهو اهو. تمام؟ طب ما عضش ليه؟ يبقى كده العيب عند مين؟ لان لو الكلب بيعض وبيعض صاحبه سهل عليه جدا يعض اللي مدربه ويعض المدرب. تمام؟ تعالى اقعد اقعد يا رعد. شاطر، سلم. شاطر، تحت. موت يلا رعد، يلا موت، يلا موت. شاطر شاطر، يلا موت موت. برافو. وصلت؟ لما انت بعت لي لما انت امبارح عايز تقول ايه؟ امبارح حصل العم طلع له تمام؟ اه ربط ربطه، يجي المعلم مكلبش في رجله ربطه يا مكلبش في رجله. مكلبش راح مكلبش في رجله من تحت وقعد عضعض في رجليه. اه يعضعض ولا بيعض غل؟ بيعض غل وماسك في رجله مكلبش جامد. اه اه هو امبارح ابن امبارح الكلب ده قعد معانا هنا فتره ما يقارب شهر ونص. ما شفناش منه اي حاجه من المواقف اللي انت بتتكلم فيها دي. شهر، اسبوع، يومين، ثلاث ايام، ما شفناش منه اي حاجه من الحاجات دي كلها. تمام؟ الكلب زي ما انت شايف. طب ما عضش ليه؟ اهو هنمشي ونسيبه وريه، خليه يمسكني. ما مسكنيش ليه؟ اهو انا بنعدي من جنبه، خليه يمسكني. ما مسكنيش ليه؟ ما عضنيش ليه؟ لما انت بعت لي فيديو امبارح وعمر بيحاول ان هو يحط ايده عليه وعمال عمر يعمل كده عايز يمسك الجنب. تمام؟ اول حاجه اشاره عمر بايده، مش عمر بس، اشاره اي مربي كلب بايده بالطريقه اللي انت بعتها دي بتجرأ الكلب ان هو يبدا يعض صاحبه. تمام؟ الموضوع بقى عضعضه الرجل ده، قاعد يعض في رجله ما بيشدني. حضرتك في حاجه اسمها اسلوب منع. تمام؟ ايه هو اسلوب المنع؟ انت حضرتك كل ما تيجي تقف جنب ابو نور تمام، تيجي جاي عامل له كده. تمام؟ كل ما تقف جنبه تيجي عامل له كده. هيبدا ابو نور هيعمل حاجه اسمها اسلوب منع. تمام؟ اللي هو ازاي؟ جرب كده تعمل لي كده. اعمل تاني. يبقى انا منعتك. انت ما بتديش فرصه للكلب ان انت تمنعه من اي خطا، هو ما بيبداش بخطا. الكلب مش في دماغه ان هو بيبدا بخطا، الكلب في دماغه ان هو بيبدا باسلوب لعب، بيلعب عايز يلعب بيلعب. بتبدا انت بعد ما توصل يوصل لقلبك ودماغك فكره ان الكلب هيعضني، بتبدا تنمي له الفكره دي عنده في عقله. وصلت؟ يعني كلبي اي كلب اي كلب اي حد مربي كلب، ممكن الكلب هو قاعد جنبه يلعب معاه ببقه، انت بيجي واصل لدماغك على طول ان الكلب بيعضني، نبدا نخاف. طب ما انا بدل ما نبدا نخاف نبادر معاه ان نبدا نمنعه لما يجي يعضني اهو. طبعا
نو. نو. طيب لو انا عملت زي ما حضرتك بتعمل بس بس يبقى انا كده بنخليه يتجرأ وننمي الموضوع عنده بدون قصد. وصلت؟ فلازم تستعمل حاجة اسمها اسلوب منع الكلب من الخطأ. زي حضرتك يعني عندك ابن حضرتك بيعمل حاجة غلط، لازم على طول تيجي جاي متصدر له في الغلط ده وتمنعه عنه. لازم توقفه. طب انا لو خدت الغلط ده ان هو هيبقى حاجة هتهدد حياتي بعد كده، ابني هيدور على الوقت اللي هيهدد بيه حياتي وهيعمله. فانت كده وصل لك في دماغك فكرة ان الكلب هيوصل لمرحلة ان هو يعضنا ويهجم علينا. تمام؟ طول ما في دماغي الفكرة دي، طول ما انت بتنمي للكلب الفكرة دي في دماغه، واحد زائد واحد يساوي اتنين. اللي انت بتتكلم فيه ده اسمه سلوكيات مش تدريب. تمام؟ تمام. كلب دخل معانا هنا تدريب، اقعد سلم مش عارف ايه شراسه، وحضرتك جيت استلمت الكلب كان فيه اي اخطاء؟ بما يرضي الله. اتصلت بيا بعد التدريب، بعد يا دوبك يومين من التدريب، وقلت لي يا كابتن الكلب بيعضنا. تمام؟ تمام. في فترة التدريب معايا ما صدرش من الكلب أي حاجة زي كده. في حاجة تانية يا كابتن، بيخش بين الرجل بعنف. حلو. حلو. بين الرجل بعنف. حلو. صلى على النبي. بيخش بين الرجل عندك بعنف. تمام. لما يجي ياكل طالع الصبح طالع من الأوضة بيجري. تمام. يعني واقف يخش يعد بين الرجل كده اهو. بتيجي أنت عامل إيه؟ بتيجي راجع ورا وخايف. لا أنا يعني أنا بس واقف. أنا واقف مرتين هنا في المكان. تمام. لا نيجي عامل ايه؟ شايف شايف رجليا يا فندم؟ ركز معايا. طلع صح؟ صح؟ عايزه يخش. انا عايزه يخش زي ما بيخش عندك. طلع. ليه؟ ليه؟ استعملت اسلوب منع برجلي. عارف يعني ايه اسلوب المنع؟ اسلوب المنع مش شرط ان انت تاخده من مدرب، في مدرب بيمنع الكلب بطريقه وفي واحد. يعني كلمة اسلوب منع هي ابتكار من حضرتك للطريقة ان انت تمنع الكلب يعمل الحركة دي. ابتكار منك، مالكش دعوة بنور. مش معنى كلمة اسلوب منع دي مش حاجة في التدريب، ولا لا دخل بالتدريب، ولا مدرب، ولا كلام. ممكن لا مؤاخذة واحد عمره ما ربى كلب يعمل اسلوب منع. ايه هو اسلوب المنع؟ ان انا بنفكر الفكره اللي هي تمنع كلبي ما يعملش الحاجه اللي انا مش عايزها. بيخش ما بين رجلي، بنيجي جاي قافل رجلي على دماغه جامد كده، شايف الركب دي؟ بنقفلها عليه. لما يحس بضغطه على وشه مش هيكررها. عملتها يا كابتن والله، عملتها وكانت وصلت الخنق كمان. تمام. ما انت ما ترجعش لورا. لا انا واقف، انا ما واقف ماسكه. الخنق برضك بيزقه وبيخش بعنف. بيخش عليك بعنف؟ بعنف ده امبارح الكلام ده والنهارده. هو عايش الدور. بس انا شايف والله، بص المحترم ده يعني انا شايفه مفيش. يعني انا نفسي يقوم يعض. قوم يا عم عضني ولا اعمل اي حاجه لله. وحيت عيالي دولت والله. صادق؟ لا انت صادق، انت صادق. بس بس ده بص يا فندم، حضرتك الجروح في رجلي. بص بص يا فندم، صل على النبي. اللي انا عايز نجيبه لك في الموضوع كله ان الكلب ما عندوش اخطاء. الخطا هو سوء التربيه. ما تخليها بقول هو زي المعامله اللي هو مثلا بيعملها في البيت. طب اعملها، اعمل عامله معاها. طب حضرتك خش حل الكلب. ما انت هادي النهارده هنا، بتيجي تيجي هنا تبقى هادي. لا ما انت تتعامل زي ما انت بتتعامل. لا انا بتعامل، لا بطلع بص وبسيبه واطلقه في البيت. انا شايفك كنت بتمسكه كده امبارح، انا شايفك كنت بتمسكه كده امبارح كان بيعض. صح؟ طب ما انا ماسكه اهو. طب تعالى امسكه اهو. شفت بقى انت عملت ايه؟ سبت. لا عشان لو هو اتضير ببوزه كده هنيجي انا عامل كده. انا بعمل كده. تمام. انا بعمله كده. صحيح. ما هو يا فندم حضرتك ابعد ابنك عن الكلب خلاص بقى، طالما هو غلط وبيدمر شخصيته ابعده عنه. طب ما هو انا هنقول لك ايه؟ ما احنا مش ما انت مش هتعيش كلب معاه، كل واحد بيتعامل معاه بشخصيه. اضرب بقى. لا مش كده، مش تزق زغده كده هتعلمه وتقول له نو نو.
سوسر. ايه رايك؟ تعالي اقعدي جنبي هنا. اسمك ايه بقى؟ ياسمين. ياسمين، على فكره ياسمين الوحيده اللي هتعرف انا عايز ايه، صح؟ صح؟ امسكي الكلب من هنا ولو عمل اي خطا عاقبيه. ازاي؟ كده نو. شوفي بصي قلب وشه ازاي، يعني بقى كيوت هادي ازاي؟ صح؟ صح؟ بعد ما كان بيبص بايه؟ بخباثه. بصي بيبص بخباثه نو. بصي عارف، يلا امسكيه كده، ما تخافيش ما تشيل. لا بصي بقى دي غلط. شفتي بقى عمل ايه؟ لما هي عملت ايديها ازاي؟ كده. لا امسكي مره واحده وما تخافيش، مش هيعضها، مش هيعضها، مش مش هيعضها. شفتي بقى كده؟ شفتي يا باشا؟ ركزت يا فندم؟ ركزتوا يا ناس؟ دي الحركه دي هي السبب الرئيسي لدمار شخصيه الكلب ده. انا بقى اللي هنمسك ايدك وما تشديش ايدك. وصلت؟ نو. ما تخافيش، انت قاعده مرعوبه مرتبكه، انت بترتعشي وانت في ايدي دلوقتي، تمام؟ نو. امسكي لو الداير بوش نو. ايوه كده نو. ايوه كده بس خلاص، طالما هو بقى كيوت وهادي يبقى نتعامل معاه بالرحمه بقى. يبقى نتعامل. لا بعد اذنك، انت انت عني خالص، انت مش تبعي خالص، معلش. تمام؟ ايه رايك؟ اتحركي قدام جنبه شويه، قربي منه شويه. ايوه كده، حطي ايدك عليه، سيبي السلسله وحطي ايدك عليه. طبطبي على طول على طول على طول. بصي ما تعمليش ازاي، ما تعمليش كده يا ياسمين. بصي بصي ايدي. لا ما تعمليش كده، طبطبي على طول. ايه رايك يا ياسمين؟ طب قربي منه كده يا ياسمين، كمان قربي شويه كمان. ارفعي دماغه لفوق، حطي ايدك تحت وشه وارفعي دماغه لفوق، واحضنيه، احضني جامد، احضني جامد. ايه رايك يا ياسمين؟ عمل حاجة؟ كان بيعمل ايه في البيت؟ البيت لما حد بيمسكه. شوفي بصي بقى، مش احنا قلنا بلاش دي؟ قلنا بلاش كده. لما حد بيمسكه مننا بيجي يعض ويمسكه. علشان انتوا عودتوه بتحسسوه واحنا بنمسك كده، تمام، ان احنا هننتشه او هنعمل له حاجة، لان دي الحركة اللي احنا بنعملها دي اسمها اثارة. بصي بقى بصي بقى، ركزت؟ ركزت؟ لما نيجي نعمل كده نو نو. بص بقى نو. تمام، انا مصمم يبقى انا اللي يتنفذ لي الامر، صح؟ انا عندي بخاف من المدايه. جامد. اول ما تطلع من المدايه، من المدايه جربته مره بعد كده مش زي الغلط. يعني شخصيتك قويه عليه. جامد. ال 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 بص يشوفها بس من بعيد. حضرتك انت بعت لي السؤال والرد في نفس السؤال بمقطع الفيديو اللي انت بعته لي. ده سؤال، ليه الكلب بيعمل كده؟ الرد كان في نفس السؤال مع حضرتك. ايد ابن حضرتك هي الاثاره الوحيده اللي تخلي الكلب يعمل كده، تمام؟ لان الكلب معانا. ايدي ما بتروحش يا فندم، ايدي ما بتروحش للكلب متردده. ايدي بتروح خلاص هدف. ايوه ضيع انت الخوف اللي جواك. بس لو بدا ان هو يحرك وشه او يتجرأ مش هيعضه، بس منحله من البدايه. خش على الكلب وريني، خش انت وري البابا انا عملت ايه. يلا خش عليه مره واحده، احضني مره واحده، مره واحده. ايوه كده. ايه رايك؟ لا مش عايزين بقى ايدك بقى كده، بس قربي منه. ايوه كده، ايوه كده، احضني احضني مره واحده. ايه؟ عدي رجلك كده ورجلك كده، وقفي وقفي فوق كده وطبطبي عليه. ايوه كده، ما تخافي بلاش. ايوه طبطبي بقى، طبطبي. طب ده لو كلب بيعض اصحابه هيسيب اطفال تعمل معاه كده؟ عارف يعني ايه كلب بيعض اصحابه؟ يعني استحاله طفل يقف عليه كده. ما تظلمش الكلب وما تشوهش صورته. اي تردد في الحركه بتاعتك هتعلم الكلب. ايوه كده نو. ايه رايك؟ ايه رايك؟ بس ما يسمعش الكلام. ايه رايك؟ لا حلو. ايه رايك؟ حلو. سقفي العمر بقى.
خش تاني يا عمرو، حط ايدك امسك على طول. ايوه نو، ايوه كده نو، واشخط وبرق له. ايوه كده، طبطب عليه بقى. ايه رايك يا عم؟ سقفل عمرو تاني. وصلت يا عم؟ لو انت مشيت على المبدا ده عمر الكلب ما هيقرب بقه ليك. لو مشيت على المبدا القديم خلي دخلتك على الكلب دخله دفاعيه، ان انت مش خايف ان الكلب يعضك اساسا، لكن انت بتخش على الكلب وحاطط في نيتك ان الكلب هيعض. كلب محترم والكلب مؤدب، بالطريقه دي انت بتظلمه. عارف لما حد يقول على كلب ان هو بيعض اهل البيت بيشوه صوره الكلب، ويبدا ان هو يوقف سوقه وما يخلوش يتباع. وصلت يا كبير؟ لكن الكلب ولا بيعض ولا بيعمل ولا الكلام ده كله. نو، انت عايز كلب بيعض تفتح بقه؟ ميرسي ليكم جميعا، احلى مليون مسا عليكم. طبعا ده الكلب ده كان بيتدرب عندنا هنا تعاوي حراسه. فكره العض والحاجات دي ما شفناهاش بصراحه بجد خالص طوال فتره التدريب. لما صاحب الكلب استلمه وكلمني تاني يوم لازم ان احنا نكون واقفين معاه، ما نسيبهوش، لازم نعرف صاحب الكلب الصح ايه. تمام، تردد الحركه، تردد الحركه لما تيجي تتعامل مع كلب ويبقى عندك تردد وحاطط في اعتقادك ان الكلب هيعضك، اعرف ان انت هتعلمه ان هو يعضك. صدقني سهل جدا ان انت تدرب على كلب يعمل سلوك خاطئ، انت تدربه يعمل سلوك خاطئ وانت ما انتش عارف انت بتعمل ايه. كل يوم مسا عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه.